شعرك كيطيح، شعرك نشف، شعرك تضرر، شعرك تقصف، شعرك يعني ولا حالته ونشف وما بقاش كي كان. هاد لا فيديو كيهمك، واليوم غادي نلقى لك الحل لهذا المشكل هذا. اول حاجه غادي نقول السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير و5 كيف ما العاده. كيف ما وعدتكم انني ان شاء الله غير في رمضان ونبقى معكم دائما بشكل يومي بشكل مستمر، انني نحط لكم فيديوهات. طبيعه الحال اليوم بغيت نشارك معكم هذه الوصفه اللي ديجا انا حتى انا غادي نديرها، وبغيت نشاركها معكم اللي هي ديجا كنديرها ماشي مره ماشي جوج، وغزاله البنات رائعه بزاف، وبغيت نشاركها معكم باش هكنستافدوا جميعا. اول حاجه قبل ما نبدا لا فيديو، غادي نقول لي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش الاشتراك في القناه، وخليوا لي تعليق زوينه بحالكم، وما تنساوش لي لايك، ثروا لي اخوتي من لي لايك. اي واحد شاف لا فيديو وشاف خصو سليمه فانه يدير لي لايك ويدعمني باللايك ديالو. المهم البنات ندوزوا للموضوع. واحد الحاجه بعدا غادي نهضر عليها، ديجا فهاد الوقيته كيطيح الشعر، هذه اولا. ثانيا دابا مع الحجر الصحي البنات كيصايبوا شعرهم من راسهم في الدار، يعني بلي بلاك، يعني الادوات ديال التسخين ديال التجبيد ديال الشعر غير في الدار، وبطبيعه الحال داكشي راه ما كيكونش يعني 100% مزيان، لان ما كيكونش داكشي بروفيسيونيل، ما كيكونش الانسان كيعرف يتعامل مع الشعر، لان ماشي الحرفه ديالو، كل واحد والدومين ديالو. هذه طبيعه الحال، داكشي علاش خاصنا نعاونو. انا ماشي كنقول لكم لا ما نصايبوش، بالعكس نصايبو شعرنا، غير نعرفو كيفاش نتعاملو معاه وما نعطيوش السخونيه بزاف، وفي نفس الوقت نتهلاو فيه بوصفات طبيعيه باش نكونو غزالات في الناس، باش هكا ملي ندوز الحجر الصحي نلقاو راسنا هما هادوك. المهم على بركه الله غادي نقول لكم شنو هي الوصفه ديال اليوم. هاد الوصفه سهله بزاف. اول حاجه كنحتاجو البنات، كنحتاجو بنانه اللي تكون ديجا خليناها حتى طابت، انا خليتها حتى كحالت، ها نتوما شفتو خليتها اني حتى كحالت مزيان، ما غاديش نحتاج اللب ديالها، ولكن غادي نحتاج باش ندور الكاميرا شي شويه هكا، ما غاديش نحتاج اللب ديالها، ولكن غنحتاج غير القشور ديال البنانه، يعني ما غاديش نحتاج البنانه كامله، فقط انني غنحتاج القشور ديال البنانه، يعني البنانه ناكلوها والقشور نحتفظوا به. دونك بهاد القشور هادو غادي نديروا هاد الكيراتين هذا اللي واعر البنات، غتشكروني عليه وما غاديش تبقاو تستغناو عليه دائما ان شاء الله. دونك البنات غادي ناخذ هاد القشور اللي نحط البنانه في شي طبنسل، غادي ناخذوا داك القشور ديال البنانه بطبيعه الحال كل وحده على حساب الطول ديال الشعر ديالها، الا كان الشعر طويل نديروا جوج حتى ثلاثه، كان الشعر انا شعري ما طويلش بزاف، يعني هذه كافيه، يعني هاد الوصفه ملي كنديرها كتكفيني صافي هي هذيك. دونك غادي ناخذ الخلاط وغادي ندير فيه القشور ديال هاد البنانه ياك، ونزيد معاه كاس ديال الحليب، وندير معاه حتى تطحن، وندير معاه يعني شويه ديال زبده الكاريتي. المهم انتم شوفوا معايا المراحل باش تفهموا، خليكم معايا. انا طحنت البنات داك الحليب مع البنان، دابا غادي نديرو غنديرو في شي كاسرونه، لان هاد لاكيراتين هادي غادي مازال غنديرها فوق العافيه. كنت عارفه البنات شنو هما الفوائد ديال قشور الموز، يعني قشور ديال البنان كثر من اللب ديالهم، والله العظيم يعني دائما نحتفظوا به. واحد الحاجه حتى اللي بغى يطحن، الا كانت ديك البنانه طايبه طايبه بزاف، يعني نيت بحال حتى تكحل، فالا بغى يدير حتى شي شويه من اللب ديال البنان حتى هو يديرو راه مزيان. دونك البنات هانتوما كتشوفوا حتى كيطحن هذاك الشيء الحليب مع البنان، عاد ناخذوا واحد تقريبا واحد المعلقه ديال زبده الكاريتي حتى هي زوينه للشعر. هادو غير كاضافات، راه كاين اللي غادي يدير غير يعني البنان يطحنو ياك، غير يطحن البنان مع الحليب ويدير معاه فقط نشا ويديرها ماسك شعرو، رائعه. ولكن انا دائما كندير هاد الاضافات، هادو الزيوت اللي ديجا كنت وريتهم لكم وشاركتهم معكم بزاف ديال المرات، اللي فيها بزاف ديال الزيوت، هما ندير منهم شي شويه ونديروا البنات واحد المعلقه ديال النشا. ندير واحد المعلقه ديال النشا، متكونش عامره عامره بزاف، تبارك. ها انتم البنات واحد المعلقه ديال النشا.
دابا هذا الخليط كله يعني انتما كتشوفوا ما في هذه الوصفه هذه ما فيها لا بيض لا حتى شي حاجه بالنسبه لنا اللي كتقول لك انا ما كنبغيش ندير البيض لشعري ما كنحملش الريحه ديالو هذه فهاد الوصفه هذه غزاله ما فيها حتى شي حاجه غير ريحه البنان والحليب ما يعني ما كاينش شي حاجه وهكا وانواع الزيوت كاضافات لا بغيتي ديريهم ديجا غير ديك البنانه راه كافيه وفيها بزاف ديال الفوائد. دابا انا البنات خلطت هاد الوصفه هذه خلطت كلشي العناصر مع بعضياتها غنديرها فوق البوطه حتى شويه تعقد ونعاود نرجع معكم. شوفوا البنات ملي كتغلي واحد شويه الوصفه كتولي ثقيله لان بطبيعه الحال النشا كتعقدها وفي نفس الوقت يعني النشا عندها واحد الفوائد كبيره 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 يعني في التجميل بصفه عامه لا في الوصفات الوجه لا في الشعر لا في كل شيء البنات يعني تبارك الله المايزينا اللي كيقولوا لها المايزينا او لا الذره ديال النشا ف رائعه بزاف هانتوما البنات كنحصلوا على واحد الكريمه يعني كنحصلوا على واحد الكريمه شتو دابا باقا سخونه مازال غادي تزيد انتم كنحصلوا على واحد الكريمه اللي فريمو القوام ديالها ثقيل بحال يعني الكيراتين يعني الكيراتين غير هو ما ننصحكمش البنات بلا كيراتين لان هو كنا كنبغوا نديروا الكيراتين ولكن هو راه ماشي صحي ماشي صحي يعني 100% للشعر الا قريتوا عليه وبحثتوا بزاف على داك الشيء يعني اي حاجه اللي هي شيميك فهي كضر الشعر مع المده كضر الشعر مازال يديروا الانسان مره واحده في الحياه ماشي مشكل ولكن انه يديروا ويعاود يديروا ويعاود يديروا ويعاود يديروا فهداك الشيء صعيب للشعر بزاف وما كاين ما احسن من الحاجه اللي هكا طبيعيه. دابا هكا فاش كن فاش كنكون حصلنا على هاد هاد البومادة هادي كنخليوها حتى كترتاح وتبرد تماما عاد نابليكيوها على الشعر ديالنا. دابا غنقول لكم كيفاش غادي نديرو هاد الوصفة في الشعر ديالنا لانها حنا حضرنا الوصفة وكلشي ولكن ماشي غنجيو نحطها على شعري وصافي لا غادي نسرح قبل من اي حاجة غادي نسرح شعري مزيان البنات نفرقو على جوج ونسرح شعري مزيان وبحال كندير شي بحال ملي كنكونو اللي كتكون كدير الترطيبه بحال هكاك يعني خصله بخصله ونجبد يعني خصوصا من اللي راسي نجبد مزيان نجبد مزيان البنات من اللي راسي وانا كنجبد تقريبا نخدمها واحد جوج حتى ثلاثه دقائق كل ماشه وندوز الاخرى وندوز الاخرى حتى نكمل الشعر ديالي كامل ونجمعو هكا اللور وندير شي بوني اللي تكون ديال الشعر اولا من الاحسن يعني من الاحسن اللي غنقول لكم البنات من الاحسن انني نسخن شعري فوطه سخونه فوطه تكون سخونه فهذه من الاحسن ولكن الا ما يعني ما بغيتش ندير الفوطه ديريكتومون على الشعر ديالي هو فيه هذا ندير مثلا واحد البوني ديال البلاستيك ولكن غير واحد 10 دقائق غير نحس بشعري سخن صافي وحيده وندير ما كاين ما احسن البنات من الفوطه باش نكون معكم صريحه وداكشي ما كاين ما احسن من الفوطه سخونه ونخلي هاد الوصفه اقل 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 وقت وجوج سوايع جوج سوايع وما نفوتش يعني اكثر من جوج سوايع يعني جوج سوايع ونص جوج سوايع وربع مني ما نفوتش ما نزيدش ثلاثه سوايع اربع سوايع ولا نقول نديرها ونبات بها لا البنات جوج سوايع راه كافي اقل مده جوج سوايع حتى جوج سوايع ونص صافي كافيه وندخل نغسل شعري بالماء ما يكون سخون يكون دافي ونغسل شعري مزيان بالشامبوان نغسل شعري مزيان نقسمو على جوج نوريتكم ديك المره كيفاش كنغسلو الشعر ديالنا باش ما ماشي نبقاو دائما الشعر كيكون مسرح قبل ما كندخلو للحمام هادشي الا ما كانتش يعني شي وصفه ماشي حتى ندخلو للماء وانا كنجر فيه هو كيجر وانا كنجر يعني نعرفو كيفاش نتعاملو مع الشعر ديالنا تهلاو البنات في الشعر ديالكم تهلاو في الجسم ديالكم تهلاو راه ما تهلاتيش في راسك ما كاينش اللي غادي تهلا في راسو كثر منك نتيا. اذا كنتمنى هاد الوصفه سمحوا لي انا عارفين مني عزيزتي وداكشي ما كنديرش الوصفات قدامكم فالمهم انا شرحت لكم الطريقه كيفاش فانا حتى انا غادي نابليكيها مع الشعر على الشعر ديالي ونمشي نغسل. كنتمنى نكون فدتكم بهاد الوصفه هادي ونكون خفيفه ظريفه على قلبكم. ما تنساوش اللايكات ديالكم ما تنساوش ان اختكم سليمه بيتي كتحماق عليكم ما تنساوش اني غنكون دائما معكم وسمحوا لي على الغياب لان كيف ما قلت لكم مع رمضان ما قديتش نكابطي ما بين رمضان وهذا الله يستر العوان ولكن دابا كنوعدكم انني دائما معكم دائما جديد دائما اي حاجه يعني وصفات اللي كان على ما يفك الله سرحنا كما كنقولوا ونوليو نخرجوا وهذا وديك الساعه نشارك معكم لي بلوغ نشارك معكم شي حوايج اللي زوينين ومفاجات اللي زوينين بزاف
كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم بزاف. تهلاو لي فراسكم وما تنساوش راكم في القلب.